ينضم إلينا الآن من نيويورك سعادة السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة. جناب السفير، مرحبا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. المشترك ربما الذي تبعناه الآن في كلمة السيد فولكر بيرتس وهو مبعوث الأمم المتحدة للسودان وكلام مندوب أفريقيا في مجلس الأمن، تحدث أو اشتركا في فكرة أن الهدف الأساسي الآن هو تهدئة الأوضاع لتحقيق ربما الأمن، لتحقيق متطلبات أساسية للشعب السوداني. وفي هذا المنحى ربما الحد الأدنى المطلوب الآن لإبقاء الناس أحياء لاستعارة حياتهم بشكل شبه طبيعي، هل هذا في الإمكان الآن في ظل توترات متفاقمة؟ هذا طبعا في الإمكان، وسبق أن اعتمد مجلس الأمن منذ يومين بيان صحفي يطالب الطرفين المتحاربين سواء كانت قوات الميليشيا الدعم السريع وقوات الجيش بوقف الأعمال العسكرية وإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية بالاستمرار في تدفقها حتى لا يتأثر 16 مليون سوداني الذين ذكرتهم في تقديم هذه الحلقة. ولكن للأسف استمرار هذه الأعمال العسكرية وأنها ترتب عليها وفاة حوالي ما يقرب من 180 فرد، منهم ثلاثة من عمال الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، بيفرض على المنظمة أنها تتدخل بشكل أقوى وتقدر أنها تعمل إجراءات أكثر حسما لوقف هذا القتال. ولكن بتصطدم هنا منظمة الأمم المتحدة بعقبة أساسية، وهي لابد من موافقة الأطراف المعنية على جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة في اتصالاته بالطرفين عرض الوساطة ما بينهم، ولكن حتى الآن لم يقبل أحد بهذه الوساطة، فيما يشير إلى أن الجانب السوداني، وأيضا اطلعتم أكيد على البيان اللي أصدرته الحكومة السودانية، أن هذا شأن سوداني داخلي ولا نرغب في تدويل هذه القضية في الأمم المتحدة، وبالتالي هناك بعض التحفظ على تدخلات من الأمم المتحدة من قد يكون من جانب الحكومة السودانية في هذه المرحلة، يعني مفهوم التفسيرات الداخلية بهذا الشأن. ولكن حينما طول الأمر موظفي الإغاثة وطول الأمر المواطنين الأبرياء، بتنتقل هنا السيادة إلى المسؤولية الأوسع بالحفاظ على حياة المدنيين وفي ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لحماية الشعب السوداني بأكمله. طب إذا كانت الهدنة الهشة لمدة 3 ساعات فقط لم تصمد كثيرا إلا لدقائق اليوم وأمس، فبالتالي كيف يمكن أن نرى الأسبوع المقبل أو امتداد الأزمة لأسبوع؟ كيف يمكن أن يعني يدفع الطرفان دفعا لإيجاد ساعات للهدنة الإنسانية، لإيجاد ممرات إنسانية، لإجلاء الجرحى، وصولهم إلى المستشفيات مثلا؟ هل من إجراءات ربما تدفع الطرفين المتنازعين الآن في الخرطوم لمثل هذا الهدف؟ هناك العديد من الإجراءات الممكن اتخاذها، ويمكن الجانب السوداني بيعول الآن أكثر على جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد. الاتحاد الأفريقي اجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي وأصدر قرار وكلف السيد موسى فقي اللي هو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسفر فورا إلى السودان. وفي نفس الوقت الإيجاد، منظمة التنمية لهذه المنطقة، اجتمعت وقررت تشكيل وفد من رؤساء دول 3 من كينيا وجيبوتي وجنوب السودان للسفر إلى السودان. ولكن جميع المطارات مغلقة في السودان وغير مؤمنة للهبوط وللإقلاع، وكما شاهدنا هناك كر وفر حول مطار مروي وحول المطار الرئيسي في السودان، وهناك خطورة من تواجد هذه الشخصيات في هذه المرحلة، وبالتالي الأمم المتحدة بتحاول تساعد في إمكانية وصولهم إلى أرض الواقع حتى يستطيعوا إجراء اللقاءات المطلوبة، وينضم لهم حد من الأمم المتحدة تحت يمكن المظلة الأفريقية، لأن في مبادئ في أفريقيا، مبدأ تسوية المشاكل الأفريقية بمعرفة الأفارقة.